قليلة هي الصور القادمة من القرداح رغم ما ينسب لها من كوارث في سوريا، ابتداء بحافظ الأسد مرورا بوريثه بشار وصولا لعائلاتها المتحكمة بأمن واقتصاد سوريا. حركة أحرار الشام تعيد تسليط الضوء على تلك المدينة في ريف اللاذقية عبر قصفها بمجموعة من صواريخ جراد، وتقول مواقع موالية في القرداح إن القصف تسبب بمقتل 4 عناصر فضلا عن جرح آخرين معظمهم من عائلات خير بيك واسماعيل ومعلة. من جهتها تقول مصادر في حركة أحرار الشام إن القصف تزامن ومعلومات مؤكدة عن تواجد بشار الأسد في القرداح للمشاركة بموكب جنازة والدته أنيسة مخلوف. أحرار الشام استهدفت كذلك قاعدة الاحتلال الروسي في مطار حميميم العسكري على مقربة من جبلة، كما حققت إصابات مباشرة في قصف صاروخي على مقرات النظام في قريتي قروجة والباشورة بجبل التركمان. وتضيف الحركة في بيان على موقعها إنها وبالاشتراك مع فصائل الثوار في ريف اللاذقية الشمالي تمكنت من استعادة نقطتين عسكريتين في محيط قرية آرا إثر هجوم مباغت أوقع في صفوف النظام 20 قتيلا، كما تمكن ما بات يعرف بقناص الجبل من قتل 15 عنصرا للنظام في الساعات 24 الماضية على محور آرا. في الأثناء صد الثوار محاولة تسلل لقوات النظام مدعومة بتغطية جوية روسية وميليشيات طائفية عراقية على 5 محاور في جبل الأكراد، وهي عكور والكبينة والقرميلة وربيعة، فيما أعلنت جبهة النصر عن مقتل 4 عناصر للنظام في كمين محكم بجبل الأكراد.